بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. معكم المعلمة أريج حسن من مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة. موضوع اليوم محفوظات هي الأخلاق لطلبة الصف الرابع. الأهداف المرجوة: أولاً قراءة الأبيات قراءة صحيحة معبرة، ثانياً التعريف بالشاعر، ثالثاً استخراج الفكرة العامة، وأخيراً شرح الأبيات. نبدأ أبنائي الطلبة بقراءة الأبيات معاً. هي الأخلاق للشاعر معروف الرصافي. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. ولم أر للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات، فحضن الأم مدرسة تسامت لتربية البنين أو البنات. أليس العلم في الإسلام فرضاً على أبنائه وعلى البنات؟ وكانت أمنا في العلم بحرة تحل لسائليها المشكلات، وعلمها النبي أجل علماً فكانت من أجل العالمات. معروف الرصافي أبنائي هو شاعر ولد في العراق ولقب بشاعر الحكمة، عمل في حقل التعليم وكان معلماً للغة العربية، له العديد من المؤلفات في الشعر والنثر، وتوفي أيضاً في بغداد. الفكرة العامة للأبيات هي الحديث عن الأخلاق وأهميتها في تربية الأبناء، وأن الأمة هي الركيزة الأساسية في تربية الأبناء. ننتقل الآن إلى شرح الأبيات. البيت الأول والثاني معاً: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. شبه الشاعر هنا الأخلاق بالنبتة التي إذا اعتنى بها المزارع وسقاها بالماء ستنمو وستكبر وستصبح قوية وستعطي ثمارا طيبة. كذلك الأخلاق تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات، أي إذا قام المربي وهو ولي الأمر الأب أو الأم بمتابعتها وغرسها في نفوس أبنائه ستكون قوية طيبة كالنبتة تماما. ولم أر للخلائق من محلا يهذبها كحضن الأمهات، لا يوجد أبدا أحد يقوم مقام الأم بتعليم الأخلاق وغرسها في نفوس الأبناء، فالأم الركيزة الأساسية والأولى في التربية. فحضن الأم مدرسة تسامت لتربية البنين أو البنات. شبه الشاعر حضن الأم بالمدرسة، كلاهما يختص بتربية البنين والبنات، أي الأولاد والبنات، وإذ أن التعليم في المدارس لا يختص بالبنين فقط أو البنات فقط، كذلك حضن الأم. أليس العلم في الإسلام فرضاً على أبنائه وعلى البنات؟ هنا إشارة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أن طلب العلم فريضة على الذكور وعلى الإناث، ولا فرق بين ولد أو بنت في التعليم. وهنا أيضا أبناء الطلبة دعوة إلى تعليم البنات وعدم حرمانهن من حق التعليم. وكانت أمنا في العلم بحرة تحل لسائليها المشكلات. قدوتنا في تعليم البنات هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنا وأم المؤمنين، وهي السيدة عائشة رضي الله عنها التي كانت بحرا في العلم. شبهها الشاعر هنا بالبحر لسعة علمها، إذ كانت تحل مشكلات كل من يلجأ إليها. أخيرا علمها النبي أجل علما فكانت من أجل العالمات. من أين للسيدة عائشة هذا العلم؟ من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو من علمها أعظم علما وهو القرآن والسنة، فكانت من أعظم العالمات. لذلك علينا جميعا السير على هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والاهتمام بتعليم البنات.